ربنا يرحمك يا احمد يا رفعت يا ابن الاصول يا جدع يا طيب. مشهد الدرامي اللي حصل انه قلبه يتوقف في الملعب، يدخل المستشفى وهو تقريبا ميت، يرجع للحياة تاني، نسعد ونفرح انه عاد مرة اخرى للحياة. ثم سبحان الله وحكمة الله ان يسقط ميتا في لحظة مفاجئة للجميع، وكأن القدر رأف بأحمد رفعت، فعل بأحمد رفعت اللي احنا كلنا بنتمناه دايما. ادينا يا رب فرصة واحدة بس، فرصة واحدة بس قبل ما نقابلك، نحنا نكفر عن سيئاتنا، نحنا نتعلم دروس الحياة. اداله ربنا الفرصة في 4 شهور، اداله ربنا الفرصة علشان ربنا أكيد عارف حسن النوايا وطيبة القلب اللي فيها أحمد رفعت. كنت محظوظ زي ناس كتير كانت محظوظة إنها تعرف أحمد رفعت عن قرب، شخص طيب وجدع وبار بأهله، شخص هادي جدا، لا بتاع أزمات لا بتاع مشاكل لا بتاع أهلي ولا زمالك ولا جمهور ولا قصف جبهات ولا قصص ولا حكايات ولا تمرد ولا أي شيء. جه في الدنيا هادي ورحل في هدوء. عارف أنت الحكاية بتاعت أنه هو أنا يا ترى الناس بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ هو أنا لو مت النهاردة دلوقتي حالا الناس هتزعل عليا ولا لأ؟ طب لو ده حصل هو أنا هشوفه إزاي ما أنا خلاص بقيت ميت؟ أحمد رفعت اللي ربنا بيحبه خلاه يشوف حب الناس، خلاه يشوف قد إيه الناس كانت قريبة وزعلانة عليه، قد إيه الناس بتحبه. كل أملي وأملك وأملنا جميعاً إن شاء الله ربنا يكتب له الجنة. وزي ما قلت في المقدمة، دايماً اللي بيروح عند ربنا ده ارتاح وانبسط وفرح وسعد وهيعيش حياة أفضل بكتير. دايماً الزعل والتعب لينا إحنا للباقيين، إحنا اللي نزعل على اللي بيرحلوا وعلى اللي بيموتوا. ربنا يا رب يصبر أهلك. إحنا النهاردة أنا وإنت وغيرنا هنزعل يوم 2 3 10 شهر، ربنا يصبر أهله. في عز شبابه، في عز شبابه سقط شاب رياضي شاطر ماهر عنده كل حاجة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ربنا يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك ويصبرنا معاهم. خبر كان صادم لينا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله أملنا الوحيد عزانا الوحيد إن شاء الله إنك تكون موجود في الجنة. نفرح لوجودك في الجنة، نسعد لوجودك في الجنة. يا بختك بالجنة ويا بختنا بأيام حلوة عشناها معاك. لاعب محترم مهذب مهاري، ربنا يا ابني يخلينا نقابلك في يوم من الأيام إن شاء الله بإذن الله نتقابل جميعا في الجنة. النهاردة الناس كلها في الجنازة، ناس كلها زعلانة، ناس كلها محروقة، ناس كلها تعبانة، ناس كلها صعبانة عليها أحمد رفعت. بس والله ابتسامة خفيفة افرحوا له. اللي حصل لأحمد رفعت ده كله عبر، كله عبر. لو أحسن سيناريست في العالم ما هيكتب سيناريو زي ده. بس ده ربنا، ربنا اللي رسم له الصورة دي، أحلى صورة في الدنيا. تسقط، تقف مرة أخرى، تشوف حب الناس، فرصة عظيمة ليك إنك تشيل أي ذنوب من عليك أو تكفر عن أي ذنوب حتى لو لأيام وشهور قليلة. بعد كده ربنا يختارك تبقى جنبه إن شاء الله في الجنة. أحياناً مش في كلام أستطيع أن يعبر عن حجم المصيبة، بس أدينا بنمني النفس إن احنا في يوم من الأيام نبقى جنبك إن شاء الله. هنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وهنعيش حياة
طبيعية ناخد فيها كل العبر الممكنة، وما فيش حاجة دايما، ومهما كنت معاك جاه ومال وصحة، مهما ما كان معاك أي حاجة، الموت ما بيختارش في أي لحظة. فإحنا اللي نقدر نقوله دلوقتي عامة يعني إنه ما فيش حاجة مستاهلة، والدنيا أسهل وأدفى من إن إحنا نخش فيها في أي صراعات من أي نوع. افتكر دايما إنك في لحظة تقع على الأرض، ويا ترى هنفتكرك بالخير ولا مش هنفتكرك. أحمد رفعت أكيد دايما هنفتكرك بالخير ودايما هنديلك.